السلام عليكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد، وشكرا لكم. في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى فرنسا، استقبل الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الاثنين من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد سلم الفريق أول شنقريحة رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى ناظره الفرنسي. وكان في استقبال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لدى وصوله إلى مطار باريس بورجي بفرنسا كل من العميد إيريك بيلتيي المكلف بالعلاقات الدولية العسكرية لدى قيادة أركان الجيوش الفرنسية وسفير الجزائر بفرنسا. وشرع الفريق أول سعيد شنقريحة في الزيارة الرسمية إلى فرنسا بدعوة من رئيس أركان الجيوش الفرنسية. وجاء في بيان لوزارة الدفاع بدعوة من الفريق أول تيري بوخارد رئيس أركان الجيوش الفرنسية. يشرع الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة رسمية إلى فرنسا ابتداء من اليوم. وحسب البيان، فإن الزيارة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والجيوش الفرنسية، حيث سيتمكن الطرفان من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.